بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهاردة جيت عشان نعمل أكلة جميلة وناس كتير بيحبوها. أنا جايبة لكم نص الأكلة مستوية، معلش عشان مش عايزة أطول عليكم. دي فراخ أنا شوحتها مع فص مستكة وحبهان ورق لورو، ونزلت عليها بمية مغلية استوت نص سوا أو تلات أرباع سوا، وده بتنجان قليناه، وده فلفل الوان وفلفل حامي، ولسه هيجي معانا بصل بس ما عايزه اقطعه في الاخر علشان ما يعملش ريحه. ومعانا هنا الرز مغسول ومتصفي. طب حذروا فذروا، هنعمل ايه؟ هنعمل النهارده مقلوبه. طبعا المقلوبه بيعملوها الاخوه الفلسطينيين والعراقيين ما شاء الله عليهم، بس طبعا كل حد بيحط في المقلوبه الحاجه اللي هو بيحبها. انا بصراحه مش بحب القرنبيط والبطاطس وكوسه، مش بحب الحاجات دي. انا بحب بس المقلوبه اعملها بفلفل الوان وبصل وبتنجان واللحمه او الفراخ. فزي ما قلت لكم، دي الفراخ سلقتها تلات ارباع سلقه، وبعد ما سلقتها في مكعب زبده حمرتها اديتها لون. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز. يلا بينا. وجينا هنا على البوتاجاز وحطينا المادة الدهنية بتاعتنا، وهننزل بالرز ده نص كيلو رز هنزل بيه. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. طبعا ما تحطيش مادة دهنية كتير، لان كده كده البتنجان مقلي فبيبقى واخد بعض من الزيت. وهبتدي ان انا اشوح الرز بتاعي. بصي انت ممكن تعمليه بصلصه لو انت عايزاها احمر هتحطي معلقتين صلصه، ولو انت عايزاها ابيض هتشوحيه كده وتحطي له الملح بتاعك وتحطي له نص سلقه نص سوا قصدي سوري. طيب انا بقى بحب اعمله مبهر، يعني انا هحط دلوقتي حطيت الرز والماده الدهنيه بتاعتي، احط عليه عود قرفه عشان انا مش عايزه الريحه تكون قويه جدا من القرفه، فانا هحط عود بس. وهحط رشه من الكركم ورشه من الجنزبيل وحاجه بسيطه من الفلفل الاسمر، واحط مكعب مرقه، وده اختياري، عايزه تحطي حطي، مش حابه براحتك، بس انا يعني في حاجات في اكلات كده بحب احطها فيه، انا مش بحطها في كل الاكلات. بسم الله. وهقلب بقى كويس. يبقى انا حطيت الماده الدهنيه، حطيت الرز شوحته، حطيت عود القرفه، حطيت الجنزبيل، الكركم، مكعب المرقة، رشة الفلفل الأسمر، هشوحه شوية وهرجع لك عشان ما اطولش عليك. وبكده هبتدي انزل بالشوربة بتاعتي. بسم الله. ومش هاخدها كلها، بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. هكمل بشوية مية مغلية ياخد غلوتين وهوطي عليه وارجع. اوعي تروحي في حتة. ورجعنا مع بعض تاني. الرز بتاعنا خلاص انا موطيه عليه، يلا نرص الحله بتاعتنا على ما الرز يكمل سواه. انا الاول بحط البصل. انا مش بحط البصل محمر، انا مش بحبه محمر، انا بحب القرشه بتاعته دي، فبحط البصل كده ني يا دوبك، بس برش عليه رشه ملح ورشه فلفل اسمر بس زي ما هو كده.
وراح احط عليه رشه فلفل اسمر. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. اوعي تنسي ادعيتك. حاجه بسيطه جدا من الملح. بعد كده هرص الفراخ. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. وانا عايز اجيبهم كده زي الوردة، بس في واحدة فيهم علشان هي مستوية نفسها كبيرة شوية. بسم الله ماشي يلا حلو بقى. وبعد كده بسم الله احط رف طبقة من الباذنجان. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. عايزه اقول لكم بجد بجد المقلوبه من الاكلات الجميله جدا بصراحه. اكلات المطبخ الفلسطيني حلوه قوي، والمطبخ العراقي والسوري طبعا. الجماعه السوريين ما شاء الله عليهم مشهورين جدا بالحلويات. بسم الله يبقى احنا كده حطيت البتنجان، هرجع احط فلفل الوان. هرجع احط بصل. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. ونرجع بسم الله نحط البتنجان. بسم الله والفلفل. بسم الله كده رصينا الحلة بتاعتنا، وده قرن فلفل، قرنين فلفل حامي دول بتوعي انا، انا اللي بحب الاكل الحامي. وهجيب الرز انزل بيه. يبقى كده حطينا الرصه بتاعتنا، وهاجي انزل بالرز هشيل عود القرفه. عايزه اقول لك طعم الرز بجد بجد خرافه. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. انا مش بحب احط فيها قوطة ولا بطاطس ولا قرنبيط. المقلوبة يا جماعة بتحطي فيها الحاجات اللي انت بتحبيها، وانا بصراحة بحبها بالفراخ اكتر من اللحمة. يعني انا لو خيروني ما بينها فراخ ولحمة، لا انا بحبها بالفراخ. الكبسة هي بصراحة، كبسة اللحم هي اللي ما شاء الله جميلة. يعني المطبخ السعودي فيه اكلات برضو مميزة جدا. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. ساوي الحلة بتاعتي كده، في نفس الوقت روحي عاملة كده عشان اما اجي انزل بشوية الشوربة تنزل وتوصل للقاع. بسم الله انا احط كوباية صغيرة، مش هحط كوباية كبيرة، لان طبعا انت كل حاجتك مستويه. وبكده هرفعها على النار اول 5 دقايق على نار عاليه، بعد كده هوطي عليها واسيبها ربع ساعه واجي ونقلبها سوا. اوعي تروحي في حته واستنيني. ورجعت معاكوا تاني علشان نشوف الفجأة دي. كده استوت معانا المقلوبه. بس بدل هي كده ما فيهاش ميه خالص، اهي بصي ناشفه خالص كده تمام قوي. هنجيب هنا الطبق بتاعنا بسم الله عشان نقلب المقلوبه. بسم الله بسم الله اوه بسم الله بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا بسم الله اللهم بارك. شايفه حله مقلوبه
مقلوبة تحفة تحفة تحفة، الريحة مش قادرة أقولك، الشكل بجد يا ريت كنتوا تبقوا موجودين وتاكلوا معانا. عملنا النهاردة المقلوبة بالفراخ على طريقة سفرة سومة، أتمنى إن هي تكون عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس، واللايك والشير. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفة جمالها، شايفة حلاوتها، ونازلة برستها. الله، تصدقي بقول شعر. شايفة جمالها، شايفة حلاوتها، ونازلة برستها. بجد بجد الشكل والريحة جامدة جدا جدا جدا. ايه رأيك؟ جربيها وسيبيلي في التعليقات رأيك فيها ايه. منتظرة تعليقاتكم الجميلة.